مهم خوتي، هذه السلعة اللي موزة إن شاء الله، هاي من معكم توفر لكم أجود اللحوم إن شاء الله، السلعة ما شاء الله لحمة العيد إن شاء الله، نقول لكم صحة عليكم. هذه غدوة إن شاء الله اللي دومون داو السلعة مهمة، هاي فايجة منها فايجة كوري اللي مليه، ونقول لكم صحة عيدكم إن شاء الله. هذه السلعة تاع الناس اللي دومون داو لحمة العيد، هاي السلعة اللي موزة ربي يبارك، السلعة برومي شوا أجود اللحوم. ها هذه غدوة إن شاء الله يذبحوها. المهم الجماعة اللي كومونداو السلعة نقول لهم كان الله يتحيروا، السلعة راهي موجودة والشركة راهي في الخدمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خويا، الله يبارك فيك، بارك الله فيكم خويا، الله يستركم. المهم هذه هي السلعة اللي راح تذبح غدوة الصباح. المهم هاي السلعة اللي موزة برومي شوا، على خاطر انا نخدمو الليل، باغد هو الصباح بإذن الله نجيو نلحقو عليها، نديرو عليكم لايف تكون مذبوحة إن شاء الله. المهم هذه هي السلعة، هاي السلعة ربي يبارك، هاي كاينة اللي موزة هنا، وكاينة ثاني. كاينه راهي هنا ثاني، راهي في الكوري ثاني منا. وهاي السلعه الثانيه اللي موزه ثاني، ها هي هاي راهي ظلمه شويه هنا ما يشتبان، بغدوه ان شاء الله نذبحوها. المهم السلعه الخيره وكاين، المهم قولوا لي كذي راهي السلعه راهي متوفره. وين نخدموا اخوينا، نخدموا الخميس ان شاء الله نخدموا، لازم الجماعه اللي كوموندات السلعه لازم نوصلوا لهم خويا، هذيك اللي تاع على فاشر لازم نوصلوا لهم، ما خليهمش امبون. المهم نقول لكم صحه سحوركم وتصبحوا بخير.